السير توماس ليبتون من مواليدي مدينة غلاسكو الاسكتلندية في العاشر من أيار مايو عام 1848، والمتوفى في لندن في الثاني من تشرين الأول أكتوبر عام 1931. مبتكر ماركة الشاي العالمية ليبتون، استغل انخفاض أسعار الشاي فوسع محلاته لتصل إلى أكثر من 300 في جميع أنحاء بريطانيا. أبدى ولعه باليخوت وقد فاز بكأس أمريكا لليخوت 5 مرات، مطلق فكرة إقامة كأس العالم لكرة القدم، وهو من أقام بطولتين عامي 1909 و1911 في تورينو تحت اسم كأس السير توماس ليبتون. لقبه جورج السادس ملك بريطانيا بلقب الفارس السير. جاسبار مونغ من مولد العاشر من أيار مايو عام 1746، عالم رياضيات فرنسي حاصل على شهادة البكالوريوس والدكتوراه من فرنسا، عضو الأكاديمية الفرنسية للعلوم، شغل منصب بروفيسور ومدرس الرياضيات في أكثر من جامعة فرنسية ترجع إليه براءة اختراع الهندسة الوصفية. يعده الباحثون من مؤسسي مدرسة بوليتكنيك. توفي في 28 تموز يوليو عام 1818، ونقل رفاته عام 1989 إلى مقبرة العظماء البانتيون بباريس خلال الاحتفال بالمئوية الثانية للثورة الفرنسية. جورج فانكوفر ملاح إنجليزي من مواليد 22 حزيران يونيو عام 1757، والمتوفى في العاشر من أيار مايو عام 1798. دخل البحرية بعمر 13 من عمره، ورافق الكابتن جيمس كوك في جولاته البحرية. خدم 9 أعوام في الهند الغربية، وقام فانكوفر بإحدى أصعب عمليات مسح الأراضي في العالم. بدأ من سواحل سان فرانسيسكو متوجها إلى كولومبيا ليكتشف أنه لا توجد قناة تربط بين خليج هدسون والمحيط الهادئ.